فكان يعلم أولاد المسلمين كتاب الله، يركز على وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخرجهم من ربقة الجهل، لأن الجهل هو سبب التخلف، الجهل هو سبب الدمار، سبب الفناء. وإذا أصيب القوم في أخلاقهم فأقيم عليهم مأثما وعويا. الأمم اللي ما عندهاش دين، ما عندهاش أخلاق، ما عندهاش إنسانية، ما عندهاش ضمير، تقتل نفسها بنفسها. في سنة 2000 فقدت الجزائر شخصية فذة فريدة من نوعها، ودعت عالما من أعلامها الأجلاء الأخيار، عالم الفقه وأصول الدين والشريعة الإسلامية ومربي الأجيال. هو الشيخ العلامة سيدي محمد بن الكبير بن محمد بن عبد الله الكبير، من أسرة شريفة مشهورة بالكرم، تنحدر من نسل ثالث الخلفاء الراشدين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه. ولد في جنوب الجزائر بمدينة أدرار بمنطقة بودا قرية الغمارة خلال سنة 1911 للميلاد. هو عالم من علماء الكتاب والسنة، كان جليل الظاهر وجميل الباطن، وتجلى ذلك في سلوكه ومعاملاته اليومية مع طلبته وعامة الناس. فهو الرجل الذي ظل طول حياته يدافع عن الوحدة الدينية لهذا الشعب. فهو الرجل الذي ظل يدرس المذهب المالكي متمسكا به، لا يقبل أن يفتى بغيره. الرجل الذي ظل يدرس التصوف في مجالسه وفي توجيهاته وفي أقواله وفي سلوكاته. الرجل الذي دافع على عقيدة الأشعرية بعلم وبحكمة وبتميز. درسنا والحمد لله تبارك وتعالى ما تيسر من الفقه من متن ابن عاشر، عبد الواحد بن عاشر رضي الله تعالى عنه، وعقيدة سيدي أبي الحسن الأشعري عليه رحمة الله، ودرسنا عنده التصوف والحكم العطائية ورسالة ابن أبي زيد القيرواني، وكان يدرسنا كذلك كثيرا نصيحة الشباب للشيخ طاهر العبيدي. فأقرأنا القرآن بالقراءات الصحيحة، النطق السليم والعبارة الواضحة والشكل الصحيح، وكذلك في الأحاديث فإنه لا يروي إلا أحاديث صحاح وبكل روية وكل صدق، وإذا أخذت عنه مسألة فإنك تأخذها على وجه الحقيقة، لا زيف ولا غش ولا خداع فيها، وإنما هي على وجه الحقيقة، لأنه يخاف الله سبحانه وتعالى تقي ناسك عابد، فإذا أخذت عنه فإنك أخذت عن الثقة الموثوق به. كنا نشوف الشيخ رحمة الله عليه وهو يقدم الدروس البسيطة في الفقه المالكي، في المتون، في المرشد المعين، في رسالة ابن أبي زيد القيرواني، في أسهل المسالك، في مختصر خليل، في المدونة، وهذه الدروس تتكرر دائما دائما تتكرر. نتساءل ألا يأتي يوم من الأيام ننفتح على دروس أخرى جديدة، ولكننا كنا مخطئين. هذه الدروس التي يحتاجها المجتمع، هذه الدروس التي يفترض توفيرها وتكاثرها وتنميتها في المجتمع. حضرت النهار الأول اللي فتح الدرس أنا في 50، يقول لي الشيخ لما التاليف المصنف اللي يقرأ يحفظه باش يفهمه، يقول لي يبدأ بالخضاري، مختصر الخضاري في العبادات، ولا يحفظه، ولا المرشد المعين بن عاشين، ولا رسالة من أبي زيد يبدأ به، ولا كانت زاد أفهم هذا يقول لي أقرأ مختصر خالي. هاي التلميذ يكلفه الشيخ باش يحفظ،
يحفظ جزء اسمه الوقفة، جزء يجي الشيخ يشرحه لي، يحفظ نصيب من سيدي خليل مختصر خليل، يقول عبد الفقير يقول العبد الفقير المضطر لرحمة ربه المنكسر خاطره لقلة العمل وتقوى خليل بن إسحاق المالكي الحمد لله يحمدني وافي نعمه إلى آخره. واحد الجزء معروف وين منين يبدا وين يقف، كلفة التلميذ يحفظه ووقت يشرح كاع الطلبة. إذا ما تكلم في العقيدة كان ذلك الرجل الصادق المحقق، فلا يحضر أحد درسه إلا وخرج وقد استجمع كل ما قاله الشيخ. خرج على يديه ما يزيد على 20,000 خريج كلهم صالحون الحمد لله للدلالة على الله سبحانه وتعالى، إنه أئمة الآن في فرنسا في أمريكا في 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 سويسرا في عدة دول أوروبية، وحتى في السودان، حتى في موريتانيا الحمد لله، حتى في ليبيا في المغرب الآن أكبر عالم في المغرب تلميذ للشيخين. لم يكن عالم فقط يعلم الحروف، الحقيقة أن الشيخ بالكبير علم طلبته بسلوكه وبأخلاقه وبنموذجيته في المعاملة، لذلك كانت منهج الشيخ الأدب أولا، الأخلاق أولا، السلوك أولا، والعلم ما هو إلا مكمل لهذه الأمور. كان متواضعا، كان حليما، كان يحب الخير لكل الناس حتى أهل المعاصي. كان يجالس الفقراء ويجالس الضعفاء ويجالس المساكين، لا يرد أحد، لا يعيب أحد على أحد، لا يشتم أحد، لم تسجل له كبوة أبدا. وبهذا الخلق نال هذه الشهرة، الشهرة العالمية من بين الأخلاق الزهد في الدنيا. سي الحاج محمد الكبير كان أوله كان فقير جدا، ولكن يغلب عليه الحنان واللطف بالتلاميذ، كان يوكلهم ويشربهم ويعلمهم كل غير ذلك. يا حنانته لك حنانة الأب فقط، بل تفوق حنانة الأب لابنه. كان من الصالحين، كان منهجه في الكرامة أنه دائما يردد لنا كلمة ابن عطاء الله السكندري، أنت تطلب منه الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة، والاستقامة خير من 1,000 كرامة. علامة حياته كلها عطاء، واصل مسيرته التعليمية بكل عزيمة حتى بعد اعتلال صحته في أواخر عمره، ظل حاميا للصرح الذي بناه على تقوى الله، مدرسة تعد منارة للعلم وقيم الاعتدال والتسامح، ومنبع نشر المذهب المالكي. ارتحل ذلكم العالم الجليل عن عمر يناهز 89 عاما في يوم الجمعة 15 سبتمبر من سنة 2000، تاركا وراءه أثرا عظيما من بقية صالحة من تلاميذه الذين يسيرون على نهجه. رحم الله الشيخ سيدي محمد بالكبير.